موجز الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن هناك شكوك حول جهات تقتل المتظاهرين وهناك متاجرة بالقتلى. وذكر البرهان في لقاء تلفزيوني أنه يبحث بنفسه في كل مكان بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي عند سقوط قتلى في التظاهرات، وأضاف ليس من مصلحتنا إسحاق أي روح أو أن يصاب أي أحد بشيء على حد قوله. قال الحزب الجمهوري إن اعتقال أعضاء لجنة إزالة التمكين وجدي صالح ومن معه يعتبر جزءا من تخطيط انقلاب 25 من أكتوبر حسب وصفه. وقال نائب الأمين السياسي للحزب حصام خدر لسودان لايت إن ما يحدث يعتبر صراع مصالح وليس له سند قانوني، وأن الأمر فيه سياسي لا علاقة له بالقانون. قال الخبير القانوني نبيل أديب إن وجدي صالح لن يتم إطلاق سراحه بالضمان لكونه متهم بخيانة الأمانة. وأضاف أديب في تصريح للسوداني إن وجدي سيدفع الآن ثمن عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لأن القانون لم يعطي القاضي سلطة الهيمنة على قرار الإفراج بالضمانة في هذه القضايا. رفض القيادي الإسلامي أمين حسن تدخل بعض السفراء في الشؤون الداخلية بالبلاد، مشيرا إلى أنه يجب التعامل معهم وفق الأعراف الدبلوماسية. وقال حسن للسودان لايت إن على الدولة إعلان السفراء المخالفين كشخصيات غير مرغوب بها، وهذا ما تفعله الدول ذات السيادة. نهاية الموجز، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.